بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا شباب، اليوم التاريخ 29/10. أنا دائما أصور بالتاريخ، دائما أصور بالتاريخ علشان يصير المقطع الفيديو جديد. اليوم التاريخ 29/10/1438. يا شباب، طبعا معاكم والد الشرقية. بعد يوميا الصباح اجي الساعة 5 او الساعة 6 يا شباب، ورش الحظيرة موية، اوكي شوفوا زي ما تشوف، وارقها دائما ارش موي، ويا طويل العمر وارقها، اشيل اللي هو وسخ الطيور. اسمع صوت الطيور وانا قاعد اصور طال عمرك. ودائما عندي المروحة. الحين احنا في عز الصيف يا شباب، في عز الصيف لازم تكون عندك مروحة لتغيير الجو، وتجي الصباح وترش الحظيرة بالماء علشان تبرد على الطيور، تبقى انتاج وتبقى طيور صحيين. لازم تحط لك سطل الماء من الليل، تخليه مفلتر الماء بارد علشان تجي الطيور الصباح وتسبح فيه. هذه واحد. اثنين، بعد ما نظفت المكان ورتبتها وعقمتها، اوكي، استخدم الخوص هذا، فتحته النص بالنص علشان اطش الحين هنا والطيور تركبه في بيوتها. زين، زي ما علتك يا شباب. الحين تكينا الخوص طال عمرك، الطيور تجي تاخذه، انت مخير يد انك تقطعه بالنص يا انك تخليه، اوكي. والله عيلي العظيم يا شباب، اذا تستخدم هذه الطريقة رايح تشوف الطيور باذن الله تعالى في عز الصيف انتاجها طيب باذن الله تعالى. وشوف ما شاء الله تبارك الله صحة الطيور. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا ننسى نستخدم خلطة ولد الشرقية، ولا ننسى نستخدم خلطة ولد الشرقية. اللهم صل على محمد وآل محمد. قيمة الخلطة 80 ريال. اللي يبغى الخلطة يتواصل معي على الخاص، على رقمي الخاص 0544-20-44-31. اوكي يا شباب، ناخذ لكم جولة على صحة الطيور. ما شاء الله، شوف ما شاء الله، هذا اللي مفقص قبل كم من يوم، وهذا عندك العراقي ما شاء الله. شوف هاك البيض، هذا ما جاي يثبت عندي، البيض دائما يطيح علي لاني شلت وسخ الطيور ودائما يطيح علي، اوكي. وشوف ما شاء الله تبارك الله صحة الطيور. اللهم صل على محمد وآل محمد. شوف ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. شوف كل مكان الطيور رامية بيض في عز الصيف يا شباب. شوف ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. شوف هنا هذه جوز، وهذا هنا شوف الطيور رامية، وأكيد هنا إن شاء الله رايح ترمي هالطيور. وهذه هنا بصايص ما شاء الله، وهذه هنا عراقي راجل ما شاء الله تبارك الله. شوفوا هذه قطين بصيص هنا ما شاء الله، وين البيضة هنا؟ شوف ما شاء الله توها قطينها تقريبا أمس ولا اليوم ما شاء الله. شوف ما شاء الله تبارك الله، شوف فايدة الخوص. صحة الطيور صورت لكم يا شباب من أفضل ما يكون. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، ما شاء الله. وش هنا؟ بصيص ما شاء الله تبارك الله. هذه البيضة شكلها انكسرت. على العموم يا شباب، زي ما علمتكم اليوم التاريخ 29/10/1438. يا شباب، الله الله في المكان، عقم المكان، رتب المكان، واستخدم خلطة ولد الشرقية بإذن الله تعالى.
رايح تشوف تغيير عندك بإذن الله تعالى. والمروحة دائما شقالة عندي 24 ساعة بالليل وبالنهار. ما شاء الله تبارك الله. هذا صورنا لكم صحة الطيور. واسمع صوت الطيور. اسمع صوت الطيور بإذن الله تعالى. رايح تدعي لي بإذن الله تعالى إذا تستخدم خلطة والدي الشرقية. سمعتوا صحة الطيور؟ إذا تشوف الطيور تتحرك وتبرم عندك اعرف أنها الطيور سليمة بإذن الله تعالى. شوف شوف ما شاء الله الذكور يتهوشوا على المحاكر. شوف الذكور يتهوشوا على المحاكر. شوف شوف ما شاء الله. أو لأناتي هذيلي ها ما شاء الله. شوف هذه الهزازة هنا ما شاء الله تبارك الله. استخدم خلطة ولدي الشرقية مدة 7 أيام أو مدة 5 أيام، يوم وترك يوم وترك، وتريحها 10 أيام وتعود ثانية تعطيها من خلطة ولدي الشرقية، تعطيك وقاية عن جميع الأمراض. وفيها الخلطة نبتة تهيج الذكور على الإناث. واسمع اسمع 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 صوت الذكور. شوف هاك العراقي يبرم ما شاء الله. شوفها شوف الذكر. شوف انا اصور لكم يا شباب بالتاريخ واوثق مقاطع الفيديو بالتاريخ. شوف ما شاء الله. شوف الذكور شوف الذكور كيف تبرم، لان خلطة ودي الشرقية فيها نبتة ما شاء الله تهيج الذكور، تهيج الجنس عندها بإذن الله تعالى. بس ابيكم انا علي اعطيكم خلطة ودي الشرقية، بس ابيكم تقضوا على البكتيريا اللي معكم، وبإذن الله تعالى ما رايح تشوف مرض ابو رويس ولا مرض الكانكر بإذن الله تعالى. شوف ما شاء الله. وانا اصور لكم واحنا في عز الصيف في شهر 10، نهاية شهر 10 داخلين على شهر 11 يا شباب. احسن من كذا ويش تبغى؟ انا اثبت لكم احسن من غيري. اصور لكم بالتاريخ، اقول لكم اليوم التاريخ كذا، واوريكم صحة الطيور، واوريكم الانتاج، وقيمة الخلطة رخيصة يا شباب 80 ريال، ومستعدين نوصلها الى جميع انحاء المملكة. شوفك ما شاء الله. شوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللي يبغى الخلطة مالت ولدي الشرقية يتواصل معاي على رقمي الخاص 0544204431. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف 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 الذكور هاك ما شاء الله. وسمعت الصوت. يا ليت إذا تبغى تسمع الصوت تروح في مكان هادية ما يمك أحد، تسمع صوت الذكور وتشوف ايش كيف تبرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.